نشرة الثامنة من الميادين أبدأها بأبرز العناوين. توتر في القدس صباحا وقوات الاحتلال تعتدي على المقدسيين ليلا. الأسد يقول إن حل الأزمة ممكن مع أولوية القضاء على الإرهاب، وبوتين يجدد الدعم وواشنطن تنتقد. الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي يحبطون للمرة الثانية مشروع قانون للجمهوريين يرمي إلى عرقلة الاتفاق النووي مع إيران. أهلا بكم. تسود حالة من التوتر مدينة القدس المحتلة بعد ليلة من الاعتداءات التي طاولت سكان المدينة وفق ما أفادت به مراسلتنا. هذه الاعتداءات تأتي استكمالا لاقتحامات نفذها جنود الاحتلال والمستوطنون يوم أمس لباحات الأقصى، وأدت إلى اندلاع مواجهات مع المرابطين والمعتكفين في داخله. وتنضم إلينا هناء محميد مراسلة الميادين من جبل الزيتون في القدس المحتلة. هناء أهلا بك. بداية، ما هي آخر التطورات لديك صباح هذا اليوم، وما هي تفاصيل هذه الاعتداءات التي حصلت مساء؟ نعم، قبل قليل قامت مجموعة من المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين باقتحام المسجد الأقصى والتجول في باحاته المختلفة. مجموعة يعني تعد من العشرات من المستوطنين دخلت من جهة باب المغاربة إلى باحات المسجد الأقصى، لكن يعني على مستوى الاقتحامات العسكرية حتى اللحظة لم يجري أي اقتحام عسكري للمسجد، بالرغم من التواجد الكثيف لقوات الاحتلال الإسرائيلي في محيطه وفي مختلف أزقة البلدة القديمة وأيضا في مختلف الأحياء المقدسية. بالأمس كان هناك يعني أيضا اعتداء وتنكيل بالمواطنين المقدسيين في مختلف الأحياء المقدسية مثل العيساوية ومخيم شعفاط وأيضا منطقة الطور وراس العمود والشياح، إطلاق قنابل مسيلة للغاز وأيضا رش البيوت بشكل عشوائي بالمياه العادمة. يعني الليلة كانت ليلة ساخنة بالنسبة للمقدسيين، شهدوا اعتداءات كبيرة عليهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. أيضا يعني الآن هناك خشية كبيرة لدى الفلسطينيين من التصعيد الإسرائيلي، لا سيما بعيد الإعلان عن أو تناقل أنباء عن نية بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلي زيارة مواقع حساسة ونقاط تماس في منطقة البلدة القديمة. هذا الأمر يعيد الأذهان إلى الانتفاضة الثانية وكيف اندلعت قبل 15 عاما بالضبط. نحن اليوم نقف على أعتاب الذكرى 15 للانتفاضة الثانية. وقتها كان يعني اقتحام أرييل شارون للمسجد الأقصى هو الشرارة التي فجرت كل الأوضاع في القدس المحتلة وفي الضفة وفي مختلف الأراضي الفلسطينية، وبالتالي هناك خشية كبيرة اليوم. طيب، أنا من أن يتجدد هذا السيناريو. طيب هنا، هل الزيارة نتنياهو متوقعة اليوم؟ يعني هذه يعني ما لدينا او المتوفر لدينا من معلومات هو ما تناقلته بعض وسائل الاعلام الاسرائيليه. هناك انباء تقول بان نتنياهو سيقوم بجولته هذا اليوم، وانباء اخرى متضاربه مع الانباء الاولى تقول بان نتنياهو سيقوم بجولته خلال الايام المقبله، يعني بدون تحديد موعد معين للزياره. ايضا المواقع التي سيقوم نتنياهو في حال بالفعل كانت هذه الزياره او الجوله غير معروفة، المواقع يعني لم يعلن عنها ولا الساعات، يعني المواعيد المحددة لهذه الزيارة لم يعلن عنها، ولكن يعني بحسب التسريبات الأولية إن صح التعبير يجري الحديث عن مواقع حساسة ونقاط تماس في منطقة البلدة القديمة. عندما نتحدث عن مواقع حساسة ونقاط تماس إذا نتحدث يعني عن محيط المسجد الأقصى، ربما عن منطقة حائط البراق، وربما عن الأحياء
جنوبي القدس المحتلة، لا سيما في منطقة الطور والتوري، خصوصا أنه كان هناك يعني قبل يومين يعني عملية رشق حجارة باتجاه سيارة إسرائيلية أدت إلى حادث سير، وبالتالي يعني قتل الإسرائيلي الذي كان يقود تلك السيارة. بالأمس كان هناك اجتماع طارئ عقده رئيس الحكومة الإسرائيلي، اجتمع به مع مسؤولين كبار في الحكومة الإسرائيلية وأيضا في جهاز الأمن الإسرائيلي في أعقاب هذا يعني هذه العملية، عملية رشق الحجارة، من أجل رفع العقوبات على راشقي الحجارة وأيضا تغريم هؤلاء وتغريم عائلاتهم، ومن أجل اتخاذ خطوات لتسهيل الضغط على الزناد من قبل قوات الاحتلال ضد ملقي الحجارة. إذن هناك تصعيد إسرائيلي عام على المستوى السياسي وأيضا على المستوى الأمني. نعم. هناء، بالعودة إلى المسجد الأقصى، هل ما زال المرابطون والمعتكفون داخل المسجد؟ نعم، يعني يمكنكم مشاهدة ساحات المسجد الأقصى الآن، يعني هناك بعض المرابطين دخلوا أيضا هذه الليلة واعتكفوا داخل المسجد الأقصى لحمايته. نذكر بأن رئيس وزير الأمن الإسرائيلي موشي يعلون كان قد أعلن في الأيام الأخيرة عن المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى كمنظمة غير قانونية، يعني أخرج أولا عرفهم كتنظيم وبالتالي أخرجهم عن القانون، وهذا يعني ما أثار استفزاز الفلسطينيين بشكل عام، لأنه كل فلسطيني يعتبر نفسه مرابطا في القدس ومرابطا في المسجد الأقصى. اليوم يعني حتى هذه اللحظة نشهد هدوءا نسبيا في المسجد الأقصى وفي البلدة القديمة في القدس المحتلة. أذكر بأنه قبل قليل كانت هناك مجموعة متطرفين تجولت في باحات المسجد الأقصى، هناك تواجد مكثف لقوات الاحتلال الإسرائيلي في أنحاء القدس المحتلة، لا سيما داخل البلدة القديمة في محيط البوابات الخارجية للمسجد الأقصى. أيضا كان هناك يعني أنباء عن قرار إسرائيلي بالإتيان بسريتين تابعتين لحرس الحدود الإسرائيلي إضافيتين لنشرها في القدس المحتلة لمساندة شرطة الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة من أجل السيطرة على الأوضاع داخل القدس المحتلة. هناك أيضا يعني حديث يدور عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم، يعني طالعنا العناوين الرئيسية للصحف مثلا، يجري الحديث عن انتفاضة، يعني هذا هو المصطلح الذي يتم استعماله في وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن القدس يعني على شفا الانفجار وهناك انتفاضة جارية منذ نحو العام في مدينة القدس المحتلة. وبالفعل يعني هذا التوصيف فيه الكثير من الصحة، لأنه القدس مشتعلة منذ استشهاد الفتى محمد خضير، ويعني ما تبعها من عمليات استفزازية إسرائيلية، تنكيل بالمواطنين واقتحامات مختلفة أيضا للمسجد الأقصى على مدار عام حتى هذا اليوم. نعم، هناء محاميد مراسلة الميادين، كنت معنا من جبل الزيتون في القدس المحتلة، شكرا جزيلا لك. هذا وقد نظمت حركة حماس مسيرات احتجاج ضد السياسة الإسرائيلية الرامية إلى تهويد الأقصى. القيادي في الحركة خليل الحية طالب باستنفار كل القوى المقاومة نصرة للمسجد الأقصى. لانا شاهين والتفاصيل. لن نتخلى عنك يا مصر نبينا. يئن المسجد الأقصى من الاعتداءات الإسرائيلية، فينحي قطاع غزة المحاصر همومه جانبا ويهب نصرة لقدس الأقداس. مسيرات غضب في رفح والنصيرات وغزة جابت الشوارع تلبية لدعوة حركة حماس، والتي اعتبرت التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى إعلان حرب. مطلوب منا كفلسطينيين أولا أن نستنهض مقاومتنا في كل مكان، في القدس وفي 48 وفي الضفة الغربية، وأن تنتفض غزة بكل رجالها ونسائها بكل حناجرها بكل سواعد أبنائها نصرة للمسجد الأقصى. هذا واحد. الثانية، مطلوب من السلطة وقف التنسيق الأمني اليوم. بالروح بالدم
غضب شديد يتسيد المشهد في غزة جراء الصمت العربي تجاه العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى، ودعوات إلى نبذ الفرقة وتعزيز وحدة الصف الوطني لمواجهة مؤامرة تهويد القدس والتي تشتد شراستها ويتسارع تنفيذها يوما بعد يوم. المقاومة هي الآن هي السبيل الوحيد والناجع والذي أثبت جدارته أنه الحل الأوحد لتحرير أسرانا ومصرانا. هذا العدو الغاشم لا يعرف إلا لغة القوة. عندما يكون هناك وحدة وطنية واحدة لهذه السلطة، من المؤكد سنكون أقوى وسنعتصم بالله بحبل الله جميعا. فعاليات التنديد بالسياسة الإسرائيلية تتواصل في غزة إن في ليل أو نهار، والمقاومة بالنسبة للغزاويين السبيل الأوحد للدفاع عن المقدسات. المسجد الأقصى بالنسبة للفلسطينيين خط أحمر، والمحاولات الإسرائيلية لخلق وقائع جديدة على الأرض عبر التقسيم الزمني والمكاني للمسجد الأقصى مرفوضة جملة وتفصيلة. لنا شاهين غزة، آل ميادين. والقدس هي ما يوحد العرب برغم خلافاتهم. وفق أمين سر الهيئة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، عريقات في حديث للميادين أكد أن الفلسطينيين لن يسمحوا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتمرير مخططات تقسيم الأقصى. ما يقوم به هو ضمن مخطط ورؤية استراتيجية له، وبالتالي عندما أقول أنه لن تمر هذه المخططات، يعني إذا كان بده يقسم، إذا نجح في طمس معالم المسجد الأقصى، ما الذي ستتبقى لنا؟ يعني لماذا نعيش بصراحة تامة كفلسطينيا؟ وبالتالي لا، المساء هو أدرك تماما أنه هذا لعب جدي بالنار، وهذا يدفع باتجاه العنف والفوضى وتطرف ورق الدماء. وحذر عريقات من نيات إسرائيل الدفع نحو المزيد من العنف، ورأى أن لا فرق بين إرهاب داعش والإرهاب الإسرائيلي. ما الفرق بين مجرم يضع صحفي أجنبي على الأرض في العراق أو سوريا وقطع رقبته، وبين مجرم يحرق الرضيع علي دوابشه، أو يضع محمد أبو خضير على ركبتيه ويحرق حيا؟ يعني الصراع صراع سياسي، ويجب أن لا يكون صراع ديني تحت أي ظرف من الظروف. وبالتالي إدارة الأمريكية تدرك ذلك، الاتحاد الأوروبي يدرك ذلك، الأصدقاء في روسيا يدركون ذلك، ودول العالم كلها تدرك ذلك، والجميع يعني الجميع يتحدثون بهذه اللغة، بلغة المصالح، لإلزام نتنياهو بالكف عن هذا العبث وهذه السياسات الإجرامية الاستفزازية. في ردود الفعل حذرت الرئاسة الفلسطينية من أن استمرار الاستفزازات في القدس ستكون له عواقب وخيمة. من جهتها رأت حركة حماس أن التصعيد الإسرائيلي في الأقصى إعلان حرب، داعية المجتمع الدولي لوقف الجريمة الإسرائيلية. حركة الجهاد الإسلامي أكدت أن هناك نية مبيتة لدى الحكومة الإسرائيلية لفرض واقع جديد في الأقصى، فيما دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى إعادة تكوين القيادة الوطنية الموحدة في القدس للتصدي للحرب الممنهجة في ظل الأوضاع التي تنذر باندلاع انتفاضة عارمة. عربيا، استنكر وزير الخارجية القطري خالد العطية اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على ساحات المسجد الأقصى. وقال العطية في كلمته خلال اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض إن ما تقوم به إسرائيل يمثل خطوة بالغة الخطورة لتغيير واقع الأقصى. إن ما تقوم به إسرائيل من تقسيم زماني للمسجد الأقصى بمنع المصلين من دخول المسجد في الفترة الصباحية والسماح للمستوطنين يعتبر خطوة بالغة الخطورة، وإننا نرى أن هذه الخطوة تمثل اعتداء سافر وغير مسبوق على حرية المسجد الأقصى، وتمثل تغيير الواقع الديني والتاريخي للأقصى. في سوريا، ارتفعت حصيلة شهداء القصف على أحيائها إلى 38 شهيدا، بينهم 14 طفلا. كذلك جرح 180 آخرون في قصف الجماعات المسلحة. مراسل الميادين أفاد بأن الصواريخ استهدفت أحياء حلب الجديدة والحمدانية والأكرمية والأعظمية. إلى ذلك صد الجيش السوري هجوما لجيش فتح حلب من المحورين الغربي والجنوبي الغربي للمدينة. في حلب سباق مع القذائف، يبدأ الصباح بصخب القصف لينتهي أو يكاد في هدنة المستشفيات. أكثر من 140 ضحية بين شهيد وجريح، من بينهم 7 أطفال. هنا تبدو الحرب وكأنها تدور ضد الأطفال. وين إصابتك؟
من الدرج أو قبة بسيطة. وين بأي منطقة أنتم ساكنين عمو؟ القذائف لم توفر مناطق حلب الجديدة الإكرامية صلاح الدين والحمدانية. والله نحن ساكنين بحي الحمدانية الحي الأول كليات مدنية صاروا يضمونا قذائف من الصبح ورمونا قذائف كثيرة لكن أنا أنصبت قذيفي بإيدي وبطني في عدة مناطق في صرف الشفاية وبطلع أنا بقول عليهم من الله ما يستحقون بلا كل مدني وعبدوا غير مدنية الله ينفعهم نحن فداء سوريا. إدارة المستشفى تتحدث عن إصابات خطرة جدا قد تزيد عدد الشهداء. طبعا الإصابات اللي بدنا 98 متفاوتة بين خفيفة للعدد المتوسطة والشديدة العدد. طبعا عدد الإصابات كما عدد الشهداء مرشح للزيادة خلال الساعات القادمة نظرا لوجود إصابات فادحة. المشهد الدامي في حلب يتكرر بشكل شبه يومي، أسماء الشهداء تزيد وإرادة الحياة أيضا. قال الرئيس السوري بشار الأسد أن التوصل إلى حل سياسي في سوريا لا يمكن أن يحصل إلا بعد القضاء على الإرهاب. وخلال مقابلة مع وسائل إعلام روسية رأى الأسد أن أزمة المهاجرين إلى أوروبا سببها دعم حكومات أوروبية للإرهاب في المنطقة. يجب مواصلة الحوار من أجل التوصل إلى توافق في الآراء، فمن المستحيل تحقيق النجاح الحقيقي بينما يموت الناس وتسفك الدماء باستمرار ويغيب الأمان. التوصل إلى اتفاق مع الأحزاب والقوى السياسية حول القضايا السياسية والاقتصادية كالعلم أو الصحة العامة أو أي قضايا أخرى غير ممكن التنفيذ إذا كانت مسألة الأمن التي هي ذات أولوية للمواطن السوري غير متوافرة. وهكذا يمكننا التوصل إلى توافق، ولكن لا يمكن وضع أي شيء حيز التنفيذ حتى نهزم الإرهاب في سوريا. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استمرار بلاده في تقديم الدعم العسكري إلى الحكومة السورية، ودعا بوتين خلال مشاركته في قمة دول معاهدة الأمن الجماعي في طاجكستان إلى حشد الجهود لمحاربة الإرهاب مع التشديد على أولوية دور الجيشين السوري والعراقي على الأرض. نحن ندعم الحكومة السورية في المعركة ضد العدوان الإرهابي. لقد قدمنا المساعدة العسكرية التقنية اللازمة للحكومة السورية وسنواصل ذلك، كما أننا ندعو البلدان الأخرى إلى الانضمام إلينا. من الواضح أنه بدون المشاركة النشطة للسلطات السورية والجيش فإنه سيكون من المستحيل طرد الإرهابيين وحماية سوريا المتعددة الأعراق والطوائف من الدمار. إلى ذلك أكدت مصادر روسية للميادين أن روسيا وسوريا اتفقتا على تأليف حكومة وإجراء إصلاحات سياسية جذرية مع تقديم أولوية مكافحة الإرهاب. مصادر الميادين كشفت أن التفاهم الروسي السوري يشمل تأليف حكومة ائتلافية تضم ممثلين النظام والمعارضة. كذلك يؤكد التفاهم شرعية الرئيس بشار الأسد وأولوية مكافحة الإرهاب في سوريا، إضافة إلى الاتفاق على إجراء إصلاحات سياسية جذرية في سوريا بعد تحجيم خطر داعش.